مجد مجد ركب له يلا يوسف سلام يا طمي تعال ابو زين انا صار بارك يا صاحبي كيف انت لا رقم جوال شباب بعد اذنكم حسام
اسد سكر ثلاثة جاهزين يا موفق وسلام جاهزك يا سيدي وانا هسه في عشان ما تجيب لك فجر لف البستات فجر ركز على البستات خلص بكير بدك تعمل لقاء عندك ابويات بتجيب لك اياه شو هو في الارتباط المدني اسمعني مش هسه بجيب لك هاي القاء تعال جاي مضبوطش بقطع اسمع مجد كيف الدكتور؟ الدكتور جنب ابو بركان شايف طلع يعني مش ابو النصر لا جنب ابو النصر جنب ابو بركان جيد خليل الطن حكيت عنه ابو بركان طلع انت وين كيف انت ما رحت ابو بركان جنب ابو بركان دكتور طلع جنب ابو بركان كيف ابو بركان جنب ابو بركان كل دكتور محمد دكتور يعطيك العافية. دكتور محمد العجز احكي لنا عن تجهيزات وزارة العمل لدخول العمال بعد قرار الحكومة بالاتفاق لما بيتهم شهر بسبب إجراءات فيروس كورونا. بالتنسيق مع اللجان والأجهزة والوزارات المختلفة تم تنظيم حضورنا اليوم. هاي اللجان الآن موجودة قاعدين بننظم وبنرتب في دخول العمال بمجموعة فترة قبل العيد إن شاء الله.
آلية ترتيبهم إيش هنا مثلاً؟ ماخذين أنتوا أكثر من 3 خطوات لنظام دخولهم، نظام تجميعي بتفرقة بين العمال، تشرح لنا تفاصيل الترتيب اللي تم آلية عملهم بالضبط. حسب يعني ما وردنا إنه عملية دخول لعدد معين كل ساعة، يعني الجانب الآخر راح يدخل مجموعة كل ساعة، ما راح يدخلهم هيك. بعدين هيك مشان نعملش اكتظاظ لكل العمال ونكون نحافظ على موضوع السلامة والصحة والبيئة، حتى انه نضمن سلامة العمال وسلامة الجميع. يعطيكم الف عافية. شكرا. يسلم. جاهزين يا شباب؟ منعم استاذ محمد، يعطيك العافية. تحكين عن إجراءات التشغيل في معبر العمال اليوم وترتيب دخولهم لداخل المعبر. اليوم رح يدخل يمكن 4000 من هنا أو أقل، ما حدش بعرف بالضبط. ممكن الناس يدخلوا من خلال معبر مباشرة، ممكن يدخلوا من خلال الفتحات المختلفة. الناس الموجودين هنا اليوم جايين يعطوا إرشادات، بالأغلب إرشادات للعمال في إنه كيف يتعاملوا جوا، كيف يتعاملوا فيما لو صار معهم مشكلة، إيش ممكن يعملوا. الأسماء الموجودة هنا يعني مش بالضرورة إنه الناس تفوت على هذه الأسماء، يعني أصلاً مش الموجودين هون هم اللي بيقرروا مين يفوت ومين ما يفوتش. أصغر جندي إسرائيلي بيقرر أكثر من كل الناس الموجودين هون. وبالتالي أنا إذا نذكر كمان قبل فترة لما كان أيام حكومة الحمد الله وقفوا 2-3 خلق الجندي إسرائيلي وقفوا على الحاجز للإساعات. بالتالي هنا ما في أحد بيقرر إلا اللي جوا، وبالتالي العمال يعني ما يحملوش قضية أكثر من حجمها. إحنا بدنا نفوت، بدنا نحافظ على حالنا بشكل جيد. العمال التزموا سابقا بقرار الحكومة الفلسطينية في وقف العمل، وإنه الناس مع كل أسف اللي صار إنه ما قدرنا، يعني السلطة الفلسطينية والحكومة بشكل عام ووزارة العمل وكل الناس ما قدروا يصرفوا على أكل الناس، أكلها وشربها، ولا قدروا يوقفوا دفع التأمين الصحي. التأمين الصحي والمي والكهرباء ما قدروش يوقفوهن. وبالتالي يعني أنا مثل دائما بنحكيها، إذا أنت عندك حمامات ومش قادر تطعميهن أحسن شفلتهم، خلتهم وربنا بعدين برزقهم. وبالتالي كل العمال اللي ما فاتت من الفتحات المختلفة واللي ما راحت تشتغل، ما حدا بقدر يعرف وين الأزمة هذه راح تنتهي. بالتالي على القطاع الخاص يلعب دور آخر، يلعب دور وطني بشكل متكامل. الوضع الحالي ما بصرش حدا، وبالتالي لازم نوفر عمل للناس، لازم نوفر إمكانيات للناس بأي ثمن. العمال إحنا دائما ندفع الفاتورة الكبيرة بكل الأمراض المختلفة وبكل الأزمات المختلفة. طبعا. العمال أولا هم اللي بدفعوا الفاتورة الكبيرة، وبالتالي إحنا بنتأمل إنه يعني وجود الأمن اليوم يكون عامل مساعد لوقوف مع الناس، هو أكيد هيك هدفهم. لكن الإسرائيليين أحيانا بزجونا في معارك داخلية وإحنا بغنى عنها. تمام. تم نشر أسماء اللي مسموح لهم الدخول من أصل 90,000 تقريبا 40,000 عامل على مستوى الضفة. على أي أساس تم اختراع العمال، وكيف تم الترتيب مع أرباب العمل بالداخل الفلسطيني؟ هلأ العمال أصلا كانوا مشغلين بالأغلب، سواء كانوا عمال بيشتغلوا بتصريح عمل أو بتصريح تجاري، أو حتى العمال اللي فايتين اللي فوق 55 سنة، أو حتى اللي فايتين تهريب. بالمناسبة هذه المعابر هنا في هناك تصوير طبقي، وفي هناك أحيانا بيخلوا الناس تخلع ملابسها بالكامل بحجة الأمن. طبعا هذا القضية هذه بتتعارض تماما مع اليوم فاتحين مئات الفتحات على الجدار، بحيث أن الناس تفوت بدون رقيب ولا حسيب. بالتالي لما كانوا بيشلحوا الناس وبصوروها طبقيا هون، ما كانوش دخل بالأمن، إلو دخل في إذلالنا، إلو دخل في امتهان كرامة العمال وبس. بالتالي هون موجود في عنا مجموعة حاطين فيها قائمة بالأسماء اللي الناس اللي ممكن تفوت، بس ممكن تفوت، ممكن يدخلوهم، ممكن يرجعوهم. يمكن جزء من العمال ما يفوتش من هنا، يفوت من الفتحات الأخرى اللي موجودة. بالتالي هذا الرقم الموجود هنا مش بالضرورة الناس اليوم تجي كله. تمام. ننوه إنه هون العمال يتم دخولهم بضمن آلية معينة مع لبس الكمام والكفوف وإجراء إلزام. طبعا هناك يعني ظل حضرتك عدد كبير من النشطاء
في النقابات المختلفة، عدد الإغاثة الطبية، هنا كمان لاحظنا كمان الطب الوقائي، الأجهزة الأمنية، جميع كل الناس مش مقصرة. تمام، جباري لبس العامل قبل دخوله القفازات، والمهم الحفاظ على هذا الحكي كمان جوا، مش بس الحفاظ عليه بس بالمرور، وإنما كيف يحافظوا على أنفسهم جوا، وكيف لا سمح الله إن صار مع واحد أي قضية فورا يعاود يتصل على أي حدا من معارفه في النقابات، في الحكومة، في أي مؤسسة أو في أي حدا بيعرفه، الحفاظ على صحة العمال يعني الحفاظ على الوطن كله. ماشي، شكرا، يعطيك العافية أستاذ محمد، يسعدك. يعطيك العافية. تحكي لنا على الإجراءات اللي عاملينها هون عملية دخولكم، وشو رأيك بالترتيب اللي قاعد بيتم الآن؟ إشي بيرفع الراس بالأمانة، والله ما شباب ما قصروش يعني. كيف رأيك الترتيب داخل بالداخل المحتل مع مدير الأعمال أو أرباب العمل الخاصة فيكم بالداخل؟ وآلية ترتيبكم بالدخول إلى المعبر؟ لا إشي بقول لك ما شاء الله يعني مش مقصرين جماعة بالمرة. كل شيء بالتزامات من المصبعانيات، من تعليمات، من تنظيم ترتيب، كله ما قصرش بالمرة يعني. يعطيكم العافية، إن شاء الله بالسلامة، يسعدك. في أربعة، اسمع عايد، في أربعة وقفهم عندكم. وصلت. دخلهم شوي شوي محمد، شوي دخلهم عايد أربعة، خليهم محمد، خليهم ثلاث. لواء شباب لواء اللي خلصوا شباب يسجلوا، انتظرونا على الساحة هون، تسجلوا اسماءكم، ابعدوا عن بعض ولبسوا الكمامات يا شبابنا. الجميع يلبس الكمامة وينتظرنا بالساحة هناك. السلام عليكم.
يعطيك العافية. ايش تحكي لنا عن الاجراءات اللي حاليا عم بتتم لآلية دخولكم ومرضيتكم لما يقارب الشهر بالداخل المحتل؟ الاجراءات ما تظل على منيح الاجراءات هيك، ان شاء الله بتظل على طول هيك، بس ان شاء الله نمرق من هالازمة ان شاء الله تعود الحياة ان شاء الله طبيعية. شو رايك بالترتيبات اللي بتتم وكيف رتبت مع صاحب العمل بالداخل؟ يعني انت حاليا بدك تفوت اثبات ما يقارب الشهر صحيح. او ما يقارب العيد بالترتيب صحيح. كيف راح يتم آلية متابعتك بالنسبة من قبل وزارة العمل او وزارة نقابة العمال؟ كيف بتم ترتيبك بالداخل مع صاحب العمل؟ يعني بالنسبة لوزارة العمل مشكورين، يعني اخذوا بيانات واخذوا رقم الجوال، هم بتواصلوا معي. بالنسبة للداخل هناك انا يعني نسكت مع الشركة، هم بعثوا لي اني تصريح اني انزل، وهناك كل الامور ان شاء الله تمام، يعني هم عاملين لي مبيت وكل شيء تمام. يعطيك العافية ان شاء الله بالسلامة. يعطيكم العافية. العافية. تلفزيون فجر احنا ببث مباشر، ايش رأيك بالترتيبات الحالية عم بتتم على المعبر وكيف آلية دخولكم بعد فترة قعدتوا في المنازل وحاليا انتوا عم تنزلوا بالترتيب مع أرباب العمل بالداخل؟ والله ما شاء الله يعني ترتيب ممتاز جدا جدا، والواحد بيحافظ على نفسه بهي الترتيبات. كيف تم انت ترتيبك شخصيا مثلا مع صاحب العمل بالداخل المحتل؟ طريقة مبيتك لمدة شهر ما يقارب؟ احنا طبيعة شغلنا جوا من بات كل اسبوع مروح. بس حاليا المبيت لمدة شهر تقريبا؟ ان شاء الله 5 شهور. كل شيء مجهز لنا احنا، غرف لنا نوم 100%، كل 2 في غرفة مش اكثر. تمام. وشغلنا موجود يعني في نفس المنطقة، ما بنطلعش برا. رسالتك لكافة العمال في هاي الأوضاع حاليا؟ الله يعين الناس، الله يعين العمال. رسالتك للمسؤولين عن العمال؟ رسالتي للمسؤولين، كل واحد بيعرف واجبه بدون ما أنا أقولهم. توجه لهم رسالة؟ المسؤولين يوجهوا رسالة للناس. يعطيكم العافية إن شاء الله بالسلامة. اللي كنا هسه بنحكي عنه على موضوع المي والكهرباء والتأمين والقضايا المختلفة لازم تتأمن، هذه رسالة رح توصل. هل بكره هكذا الأمور على ما يرام؟ لا، الأمور مش على ما يرام. شيك لا احكي بس مرد، احنا في مجتمع ديمقراطي، في مجتمع وطني للدرجة الأولى، الحفاظ على حالنا هو أكبر عمل وطني احنا ممكن نكون فيه. قبل شوية كنت قعدنا شهر ونص في البيت، ما حدا طلع علينا. احنا نزلنا اشتغلنا اسبوع جوا اسرائيل، قال الدكتور محمد اشتير روحنا. لازم يعملنا كل اشي لما كان نروح، هو المسؤول عن هذا الاشي. ان شاء الله بالسلامة ويعطيكم الف عافية. الله يحفظك. شباب
هون واحد بينك الله. بينك الله لحظة. واحد هون واحد هون. لا ما فيش مشكلة تفوتوا مع بعض بس تسجل اسمك. هذاك ترجع. خلص. مستحيل في جوا 45 قبل اللي يجي هذول
قبل يجي ضرب 45 جوال كداش هذا في حدا بقوال جمع على 15 مدرسة هو مش كلهم سجلهم استنى شوي مش كلهم مش كلهم هو مش كلهم سجلهم هم هون على الطاولة سجلهم بس اثنين سجلوا ويرفع عليكم خلينا احنا واحد هم واحد بعدين في اثنين